دوزنا مر الله يفرج علينا وعلى جارنا راه كيفاش تاني جاتكم الحمد لله الحمد لله نشكر احنا ربي اللي فاجا علينا في هذا الخرجه الحمد لله كنقردي ميطرات هنايا مع البحر ايوا نهار تحبس علينا الوقت رحنا تحبسنا راه من نهار 14 نهار بركو دري من المدرسه 14 في شهر 3 وحنا بنيتي ونكدوش عليك دازت علينا اللي ما عدوش راه دازت عليه اللي قليل شي ومع ومالف عندك شي رزايق اللي جاوك ياكلوا تحبسنا عليها واش غادي نقول لك امرنا لله ما غنقدروش نتحداو هذا المرض والكلام تاع السلطه مشينا معاهم في هذا تحبسنا الحمد لله اللهم لك الحمد رحنا تحل الباب راه البحر الناس تما كانوا محبوسين راه نهار الخميس ملي تحل جاو الناس والله العظيم اللي ارتاحت نفسيتهم منهم تانانيت والله العظيم ملي شمينا هذا الهواء عاد ارتاحينا اللهم لك الحمد كنطلبوا الله يهز علينا هذا الوباء الله يرفع لنا هذا الوباء بنيتي الله يحفظ جميع المسلمين كاين اللي خايفين الناس خايفه وراه دايرين التعقيم دايرين الكمامه سمعتي ما كاينش اللي شي حاجه زعما كاين والمخزن توا واقف راه مع السته كيخرجوا الناس صافي يقولوا سيروا بحال هادكم والعشره لا كوت توا كيخوه ما كايناش تسوقنا راه واخا دايرين وحنا دايرين بحسابه واني رادين مع البال و ما نكروش الخير سيدنا الله ينصرك نفعنا بهذيك الاستفاده جوج مرات الحمد لله اللهم لك الحمد عاونتنا شويه خلصنا منها الكراه خلصنا منها الموضه وكنطلبوا من الله يزيدونا هاد الثالثه ان شاء الله مكرهناها مع هاد العيد يفاجئ علينا الله يفاجئ عليه كنطلبوا من المسؤولين يتعاونوا معنا ويديروا يزيدونا هاد الثالثه رحنا محتاجين بها راه اي مواطن محتاج بها.